بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعم الله تبارك وتعالى علينا ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كان ولا مكان، لم يتغير عما كان قبل خلق المكان، سبحانه لا يحويه زمان ولا يحده مكان، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، سبحانه أمره بين الكاف والنون، إذا قال للشيء كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين آمين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الكلام الطيب، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يكون كلامنا كله طيبا. إلهنا ومولانا، افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصائبين الصالحين، وانفعنا بالقرآن والذكر الحكيم. يا رب علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا، وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، فإذا باعدتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا إلا أنت فنرجوه. نسألك يا الله يا رحمن، نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتوفنا غير مفتونين. ونسألك قلبا تقيا عن الشرك نقيا، لا جافيا ولا شقيا، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك الرضا والعفو عما مضى، ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، ونسألك الفوز يوم القضاء، ونسألك عيش السعداء، ونسألك منازل الشهداء، ونسألك مرافقة إمام الأنبياء، ونسألك النصر على الأعداء. يا ربي نسألك خيري الدنيا والآخرة، نسألك من كل خير سألك منه عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهنا ومولانا، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، فنسألك يا الله، ها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. إلهنا، لقد خلقتنا بأمرك وأقمتنا في هذه الدنيا بمشيئتك، فنسألك يا الله أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين، اللهم آمين. يا رب
اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مشاهدي الكرام، مشاهدي برنامج الكلام الطيب في كل شبر من أرض الله، اليوم موعدنا في سلسلة الأمثال في القرآن مع المثل رقم 35 في كتاب الله عز وجل، جاء في صورة رائعة جميلة عظيمة جليلة شريفة، صورة النور. والله صورة النور، اللي محتار اللي محتار واللي تعبان، الحائر اللي مهموم اللي مكروب اللي تايه، اقرأ بس صورة النور، عيش في رحاب صورة النور، مشاكلك كلها تتحل في صورة النور. جاء 40 حكم، 40 حكم في صورة النور، صورة فيها تشريعات، صورة جميلة جدا صورة النور. واليوم بمشيئة الله مع مثل، والله أمثال القرآن كلها جميلة. عارف انت لما تخش بستان جميل قوي قوي وفي شجر فاكهة كل نوع وكل لون، وتبقى ايه ده، تاخد ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ القرآن كده. شوفي حضراتكم، وانا مع حضراتكم في سلسلة الامثال، الواحد يظل الانسان يتعلم، فاذا ظن انه عالم فقد جهل. العلم والتعليم من المهد الى اللحد، طول عمرنا هنعيش في الدنيا، طول عمرنا هنتنينا نتعلم. الواحد ما بيعيش مع امثال القرآن بيقول يا رب ايه الجمال ده، ايه العظمة دي، ايه الروعة دي، ايه ده. تكون تعيش مع كل مثل كده تحس انه يعني عارف سبحان الله ما فيش مثل احسن من مثل، يعني تحس كله القرآن كله جميل كله رائع. اليوم المثل رقم 35 في المصحف مثل غاية في الروعة والجمال، تعالوا نعيش مع المثل ده عشان نتعلم منه كتير قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ايوه الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أنا عارف لأن أولادنا ما هماش فطاحل في اللغة العربية، فعندهم مشكلة في كم كلمة في الآية كده، هنشرحها واحدة واحدة عشان نتعلم من المثل الرائع ده. الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى جل في علاه، مثل نوره، يعني ايه نوره؟ يعني نور ربنا، اللي هو ايه نور ربنا؟ يعني هو ربنا له نور؟ طب نور ربنا هو بيتشرح؟ يعني ايه مثل نوره؟ تعالوا واحدة واحدة كده عشان الآية دي فيها كلمات حساسة كده لازم نتعلمها. فاكرين زمان لما كنا بنشرح ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا، نشرح الآية الكريمة ربنا بيعلمنا، فإذا سويته، اللي هو سيدنا آدم يعني، بيقول الملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. رؤى من روحي، إيه هو ربنا له روح؟ هي دي روح ربنا؟ لا، روح روحي، الياء هنا أي الروح التي أملكها. ضربنا مثال على كده فاكرينه، لما جيت قلت أنا رمضان وهذا موبايلي، ده موبايلي، موبايلي ده مش حتة مني بس بتاعي، يعني ملكي يعني أملكه، هذه الكرافات بتاعتي أنا، مش حتة مني دي، مش من خلايا رمضان يعني، ساعتي يعني مش من الخلايا، مش من مكوناتي، أي التي أملكها. مثل نوره، أيوة إيه هي إيه نوره بقى؟ الله نور السماوات والأرض، ماشي، وأشرقت الأرض بنور ربها، الدنيا دي منورة جميل أوي. مثل نوره، نور ربنا، اللي هو إيه نور ربنا؟ المفسرين بقى أكرمهم الله قال لك أول حاجة يعني المقصود به القرآن، مش ربنا قال قد جاءكم من الله نور
وكتاب وكتاب مبين. نور، ده نور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده أول معنى معانا، جه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هو أكتر من معنى. يبقى مثل نوره نور ربنا اللي هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما ربنا قال قد جاءكم من الله نور اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكتاب مبين اللي هو القرآن. يبقى المقصود مثل نوره يعني النبي عليه الصلاة والسلام. طب المعنى الثاني اللي هو القرآن، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه اللي هو النبي، واتبعوا النور الذي أنزل معه اللي هو القرآن، يعني ما هو النور اللي أنزل مع النبي اللي هو القرآن، أدي مثل نوره. طيب يبقى مثل النبي كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، النبي مصدر نور عليه الصلاة والسلام. أو مثل نوره يعني القرآن، أو مثل نوره، نوره يعني هداية الله، الهداية بتاعت ربنا. مش ربنا بيقول والله يهدي من يشاء، يبقى ربنا له هداية سبحانه وتعالى، يبقى ربنا بيهدي يبقى عنده هداية، يبقى مثل هداية الله. طيب يبقى خدنا كم معنى لمثل نوره؟ النور يعني النبي عليه الصلاة والسلام، والنور يعني القرآن، والنور يعني هداية ربنا، والنور يعني المعرفة اللي في قلب المؤمن، معرفة الشرائع في قلب المؤمن، في قلب حضرتك. الله يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، دي آية. الآية الثانية أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، اللي هي إيه؟ اللي المعرفة اللي في قلب المؤمن. يبقى مثل نوره يعني المعرفة مع اللي في قلب المؤمن من الشرائع والأحكام. يبقى ده يبقى مثل نوره يعني القرآن، مثل نوره يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مثل نوره يعني هداية ربنا سبحانه وتعالى، مثل نوره يعني المعرفة اللي في قلب المؤمن، مثل نوره يعني المؤمن نفسه. يعني الإيمان اللي دخل في قلب المؤمن خلى المؤمن نور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. كل دي معاني يا حضرات المفسرين، قاعد يقولك المعنى ده والمعنى ده والمعنى ده. يبقى الله نور السماوات والأرض، نقطة، ده أول معنى. مثل نوره اللي هو نور ربنا، اللي هو إيه نور ربنا؟ الهداية. اللي هو إيه نور ربنا؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اللي هو إيه نور ربنا؟ القرآن. اللي هو إيه نور ربنا؟ المعرفة في قلب المؤمن. اللي هو ايه نور ربنا؟ الايمان اللي في قلب سيدنا النبي، برضه نور ربنا سبحانه وتعالى. اللي هو ايه نور ربنا؟ اللي هو المؤمن اللي دخل في قلبه اشعاعات من اتباعه الحق والقرآن والسنة فبقى نور. مثل نوره، نخش بقى على المثل. كمشكاة، ايه المشكاة؟ القوة اللي في البيت اللي هي غير النافذة، اللي هي مش الشباك يعني. زمان يا حضرات، زمان فاكرين مثلا كمشكاة فيها مصباح، المشكاة فيها مصباح. زمان كان في المصباح ده كان إيه؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن اناء كده، وبعدين بيتحط فيه فتيل، وبعدين بيتحط على الفتيل ده زجاجة، وبعدين اداة الضبط. يبقى كده اربع حاجات، المصباح اربع حاجات. الاناء اللي بيتحط فيه الزيت عشان يشعل الفتيل، والفتيل اللي هي الشريطة، طبعا اهالينا عارفين الكلام ده، لمبة نمرة 10 دي بتاع زمان دي. يبقى في اناء بيتحط فيه الزيت، ادي اول حاجة، وبعدين في الشريط اللي هو الفتيل يعني، ادي تاني حاجة، وبعدين في الزجاجة اللي محطوطة اللي بتحط على الفتيلة كده عشان تنور بقى الزجاجة نفسها، اللي كنا نجيب الازازه كده ويقعدوا اهالينا ينظفوها ويجيبوا ورق ويلمعوها كده عشان تعمل اضاءه. والحاجه الرابعه الاداه، ان انا اعلي الشريط شويه، اعلي اللمبه شويه، اهدي اللمبه شويه. اللمبه دي كنا بنحطها فين بقى؟ ايوه، كان بيبقى معمول لها رف كده في البيت نحط عليه اللمبه دي، صح؟ احيانا بعض اهالينا يسموها الطاقه، الطاقه اللي هي القوه دي. انتوا ولادنا مش فاهمين قوه باللغه العربيه، اللي هي في البيت في الجدار كده غير النافذه، غير الشباك يعني، ما تحطش في الشباك. يبقى مثل نوره كمشكاه فيها مصباح،
المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري متلألئ كده، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لأن أقوى زيت وأعلى زيت وأجود زيت زيت الزيتون. طيب إيه حال زيت الزيتون؟ مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. بص يا حضرات، لا شرقية لأنه أنت لما تيجي تزرع شجرة زيتون، أعلى شجرة زيتون اللي هتديك محصول كويس قوي، الشجرة اللي بتأتيها الشمس من كل جانب، إنما الشجرة اللي بيأتيها الشمس من جانب دون جانب محصولها مش هيبقى قد كده، صح ولا لا؟ مش احنا بنقول ان الضوء، الشمس، اشعة الشمس مهمة جدا لعملية التمثيل الضوئي؟ فاكرين زمان كنا بيدرسولنا معادلة كده في العلوم، تجربة يا ربي تجربة، انه احنا نزرع نبات في الضلمة وبعدين نصدر مصدر نور، فتلاقي النبات انحرف تجاه الضوء، مش كده؟ مش كنا ندرس التجربة دي زمان واحنا طلبة في العلوم، ما اعرف في اعدادي ولا فين. فقالك الشجرة لا شرقية ولا غربية، يعني ايه؟ يعني لانه اللي مزروعة في الشرق الشمس هتجيلها من اتجاه واحد، واللي مزروعة ناحية الغرب الشمس هتجيلها من اتجاه واحد، انما اللي لا شرقية ولا غربية الشمس هتجيلها من عدة اتجاهات، وبالتالي هيطلع المحصول بتاعها اجود محصول، لانه الزرع لما الشمس تشوفه من كل جانب هديني اعلى محصول. وبالتالي زيت الزيتون اللي طالع من هذه الشجرة المباركة اللي هي شجرة الزيتون هيبقى أجود زيت. زيتونة مباركة لا شرقية، مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. شو بقى التعبير إيه؟ يكاد زيتها يضيء من شدة نقاء الزيت وجودة الزيت، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فعلا اجود زيت للزيتون لما تبص تحس ان كأني شعاع الشمس تسري في هذا الزيت، صح ولا لا يا حضرات؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس. يهدي الله لنوره من يشاء اللي هو نور ايه بقى يا حضرات؟ زي ما اتفقنا، يعني يا بخته اللي يهتدي بنور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا بخته اللي يهتدي بنور الإيمان، يا بخته اللي يهتدي بنور القرآن، يا بخته اللي يهتدي بنور الهداية، يا بخته هنيئا له اللي يهتدي بنور المعرفة. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فهمنا إيه من الآية الكريمة يا حضرات؟ فهمنا إنه الله هو الإله، هو مصدر النور، تشريعات ربنا نور، رسل ربنا نور، هداية ربنا نور، الإيمان بربنا نور، النور ده زي كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري من الدر متلألأ، يوقد من شجرة، الشجرة اللي بتجيب لنا الزيت، مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، عشان الشمس تجيلها من كل الاتجاهات، فبالتالي محصول الزيت، النتاج بتاع الشجرة المباركة دي، شجرة الزيتون، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. امال بقى لما تمسسه نار الإضاءة هتطلع شكلها إيه؟ يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وناخد أخونا محمد. سلام عليكم. ألو. سلام عليكم يا حاج محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا يا سيدي، أهلا وسهلا ومرحبا. صحتك. الله يكرمك ويسعدك ويسترك. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكفيك شر جميع الأمراض والآلام والأسقام، وإياك. وأن يكتبك من أهل الفردوس الأعلى. وإياكم وإياكم. أرجو من الله سبحانه وتعالى بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله أن يكتب لك الفردوس الأعلى، وأن يجزيك عنا كل خير. وإياكم يا سيدي وإياكم. أنا طالب من حضرتك طلب يا فضيلة الشيخ. فضل. حضرتك
حضرتك جبت في حلقة من الحلقات أحد الدكاترة الشيوخ واتكلم عن اسم الله. صحيح صحيح. أنا بستحلفك بالله وبحق محمد رسول الله وبحق آياته وقرآنه وكتبه ورسله إنك تعيد الحلقة دي تاني في أقرب وقت، بس تعلن عن معادها الأسبوع الجاي إن شاء الله. الدكتور اللي كان مع حضرتك واتكلم في اسم الله، حضرتك اتكلمت معاه، أرجوك تعيد الحلقة تاني إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله. ربنا يقدر لنا الخير كده. نحاول نعيدها، بس تخلي القناة تعلن عنها يا فضيلة الشيخ. إن شاء الله. شكرا لك يا حاج محمد، أحسن الله إليك. حاضر بإذن الله تعالى. يا أستاذ أحمد سلام عليكم. سلام عليكم يا شيخ رمضان. عليكم السلام يا حبيبي. والنبي يا شيخ رمضان، أنا عندي 50 سنة وعندي غيبوبة سكر متكررة وارتفاع في ضغط الدم، شفاك ومعايا تقرير من المستشفى وبناخد انسولين على نفقة الدولة. وجوزت بنتي بعد ما تعذبت وتعبت وظروف صعبة جدا معايا ومديون في 6000 جنيه، فاطلب مساعدة أهل الخير. الله يكرمك. شفاك الله وعافاك يا عم أحمد، شفاك الله وعافاك. تواصل معنا بعد الهوى ان شاء الله، وربنا يفرج كربك وما تنساش تسيب رقمك. شكرا لك يا عم احمد. نسال الله عز وجل ان يفرج كرب المكروبين. محمد اخونا محمد سلام عليكم. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. سلام عليكم. سلام ورحمه الله شيخ رمضان. اهلا وسهلا. فكرتني يا شيخ رمضان بالطبليه يا شيخ رمضان، وفكرتني بالسناطه، وفكرتني بالنمليه بتاع زمان. احنا معانا الحاج رجب مش كده؟ الحاج رجب عامل ايه؟ فريق الاعداد معاكسني ليه؟ ما اعرفش ايه في بيني وما بينهم والله. ربنا يسامحهم. لا ليه؟ انا مسامحهم عشان خاطرك يا شيخ رمضان. ايه اللي حصل يا عم رجب؟ والله ما اعرف يا شيخ رمضان. ايه اللي حصل؟ والله ما اعرف يا شيخ رمضان. ايه؟ كل ما اقولهم الحاج رجب ما رضوش يدخلوني حاج رمضان. لا يا حبيبي على عيننا وراسنا يا عم رجب. وخلوني كذبت يا شيخ رمضان والله. لا يا عم رجب اتفضل يا حبيبي. انا سامحهم عشان خاطرك. اتفضل يا حبيبي ربنا يسعدك اتفضل. بقول لك يا شيخ رمضان. قول. والله زي كده يا شيخ، دخلت في احد القنوات، طبعا انا بخش في القنوات كلها يعني. فدخلت من احد قناه منهم. يا حاج رجب انا عايز اسالك سؤال بس. نعم. هو انت اتصلت بالكلام الطيب وقلت لهم دخلوني الناس من رجب قالوا لك لا؟ اقسم لك بالله ما رضوش يدخلوني. امتى؟ الساعه كام؟ اقسم لك بالله دلوقتي يا شيخ من 5 دقائق. لا انا كنت لسه شغال، ما استقبلناش تليفونات. والله اخذوا اسمي وراحوا فصلوني ثاني. اخذوا اسمي فصلوني ثاني. لا 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 لا, لا بص يا عم رجب. لا انا شوف، انا الاخواننا هنا عارفين انه بيحاولوا، عشان مشاهدينا زعلوا من هذه المسألة، ان هم ما يقطعونيش الا لما اوصل لنهاية الآية او نهاية المثل، بعد كده يدخلوا اتصالات. فانما ممكن حد يبقى على التليفون والتليفون يقع، يسقط مننا. ما انتوا بتلاحظوا احيانا انا بقول ايه معانا فلانة، الخط فصل، معلش عاود الاتصال بينا. انما والله انا اقسم لك ان ما حد بيقفل السماعة. ممكن يكون بعد قد شبكة. يا شيخ رمضان. ايوه ممكن يكون شبكه يا شيخ. ايوه بالظبط. ايوه كده يا عم وانا رجل. ظلمتها يا شيخ، ظلمتهم والله. اتفضل يا حبيبي. يا عم انا ادي تحياتي ليهم والله. الله يكرمك. اتفضل يا عم رجب. يا شيخ رمضان دخلت على احد قناه الطبليه. انت بتقول الطبليه مالها؟ انا بقعد اكل على الطبليه، مالها الطبليه؟ فكرتني انت اللمبه الجاد، وفكرتني الطبليه بتاع زمان اللي هي الخير والبركه، وكنا نقعد نذاكر عليها. ذكرنا عليها واكلنا عليها، ونجيب اللمبه ونعمل لها قرطاس ورق كده عشان ينزل لي الاضاءه على الكتاب. فاكر السناطه يا شيخ رمضان؟ طبعا السناطه اللي كنا بنحطها في السقف، بنحطها في التلاجه في اللحمه. اي الله يكرمك يا عم رجب، كان في بركه يا شيخ رمضان. ربنا يبارك في وطننا بلدنا وشعوبنا واهالينا، ونسال الله ان يبارك في مجتمعاتنا. اللهم امين. تفضل. اللهم امين. اللهم امين. سؤالك ايه يا عم رجب؟ يا شيخ رمضان دخلت على حد قناه. ايوه دخلت على قناه يا شيخ. ايوه وبعد كده عاوزني اقول حاجه، والحاجه دي مش هقدر اقولها لو ايه حتى، لان اتجاهي سليم. فرحت يا شيخ رن علي، هم اللي رنوا علي. ايوه ورحت يا شيخ دخلت نفس الكلام اللي هقوله بصراحه اللي انا قلته، بس انا كذبت كده. قلت له ماشي يا عم انا هقول الكلام اللي انت عايزه. ايوه دخلت على الهواء قلت الكلام اللي انا عايز اقوله فيه. ايوه فهمت سؤالك. فهمت سؤالك. حاضر. شكرا ليك. شكرا ليك يا عم رجب. يا عم سعد
حق سعد السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سيدي. اهلا بيك يا عم سعد. اتفضل يا حبيبي. مبسوط من البرنامج بتاعك والله. الله يسعدك ويكرمك يا حبيبي. متابع كل يوم والله. ربنا يكرمك يا عم سعد. اتفضل يا سيدي. والله انا كنت عملت عمليه في ظهري 3 مرات. ايوه شفاك الله عليك. عملت لي شلل في النصف التحتاني ده. ايه يا عم سعد اللي حصل؟ عمل عمليه في ظهري 3 مرات. ايوه عملت لي شلل في النصف التحتاني ده. ربنا يرفع عنك البلاء يا سيدي. الله يخليك. كنت عايز بقى دكتور بتاع مسالك بوليه وذكوره. طيب. عندي شويه مشاكل. طيب الف شفاك الله وعافاك. احولك للكنترول وخدوا رقمه يا شباب وياخد رقمي وان شاء الله بعد الهوا نعطيك رقم تليفون الطبيب المعالج ان شاء الله وتروح له ويعمل لك اللازم ان شاء الله. يا حوريه السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ اهلا يا حوريه ازيك؟ الحمد لله. انا والله عندي 13 سنه وبتعلم من حضرتك كتير جدا. 13 سنه ما شاء الله. ربنا يسعدك وينجحك. عامله ايه في الامتحانات؟ الحمد لله كان اخر يوم النهارده. وحليتي كويس الحمد لله. الحمد لله. يا رب ينجحك يا حوريه. انت إن وكل شاء الله. انت وكل حبايبك وكل ولادك. دلوقتي يا شيخ انا عندي سؤالين. السؤال الاول لما مثلا يعني ست عندها ولد وبنت. ايوه. الاثنين متجوزين. ايوه. يعني ولاد ده غير ولاد دي. ايوه. يعني ما يعني لو مثلا ادت ولاد بنتها حاجه ولاد ابنها ممكن ما تديهمش. ايوه. ده كده بيبقى فرق صح؟ طيب ماشي ده سؤال. طيب فكده بقى يعني احنا نقول لها ايه؟ يعني بيتجوز السن. طيب السؤال الثاني يا حوريه. السؤال الثاني دلوقتي لما بيبقى فيه يعني جاره، الجاره دي مثلا جيرانها في حالهم وكده. أيوة. هي بقى يعني دايما بيقولوا بتلقح عليهم بالكلام مثلا يعني هما نازلين بترمي عليهم زباله حاجه زي كده. اه فده حرام طبعا. احنا لما طبعا لما بنيجي نكلمها طبعا يعني بتدب خناقه. طيب فاحنا نعمل معاها ايه؟ حاضر. ده بس السؤالين بتوعي. شكرا ليك يا حوريه. ربنا يكملك بعقلك. واشوفك الشيخه حوريه كده ان شاء الله. يا محمد سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ اتفضل يا حبيبي. اهلا بيك يا استاذ محمد. والله انا بحبك في الله والله يا شيخ. وانا احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. اتفضل. انا مش هطول على حضرتك. اتفضل. الله يخليك. انا كنت خدت حضرتك من حوالي حلقتين فاتوا او 3 حلقات تقريبا. ايوه. لما قلت حضرتك انا مطلق ومقيم لوحدي في سكن. ايوه. وحضرتك قلت لي في اخر حلقه حضرتك رديت عليا في سؤالي قلت لي تزوج يا محمد. طبعا انا الظروف عندي مش متاحه حاليا. ايوه. ان انا اتزوج ومعنى اصح انا مطلق بقالي 4 سنين لو حضرتك فاكر يعني. ايوه. فانا ما يعني معنى اصح خايف اخوض التجربه تاني. ليه يا عم محمد؟ التمسوا الرزق بالنكاح. يعني ربنا هيرزقك. دور على بيت كويس كده ناس طيبين. بس مش انا عندي مشكله يا شيخ. ايوه. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. رحم الله امرأ. ايوه عرف قدر نفسه. ايوه. انا عصبي شويه. انا عصبي عندي عصب يعني بتعصب بسرعه. نعم. يعني لو حد استفزني بتعصب بسرعه. طيب هنجيب لك. فخايفه اجيب واحده اتجوز واحده ثانيه اظلمها معايا. انا عصبي يا عم محمد. ايدي على طول مش الاعتراف يعني. الاعتراف بالحق فضيله. بس في نقطه يا عم محمد. الحمد لله. في نقطه انما الحلم انما الحلم بالتحلم. يعني احنا نقدر نتعلم الحلم ندرب نفسنا على على الحلم. العصبي ما يتنهوش طول عمره عصبي. ادي اول نقطه. النقطه الثانيه ان انت لو رحت بنت ناس طيبين هتجيب واحده مش هتعصبك مش هتستفزك. يا رب يكرمنا يدهلنا كده نشوف واحده كده. يا رب يا رب يا رب يمن عليك بالزوجه الصالحه. انت عندك كام سنه يا محمد؟ انا عندي حاليا دلوقتي 40 سنه. ربنا يديك الصحه والعافيه. مش عندك مسكن للزوجيه؟ تمام. عندك عندك اوضه وصاله؟ عندي شقه في مصاره او بنت سكلها. طيب زي لوحدي. انت من الزيجه الاولى عندك اولاد؟ اه معايا بنت واحده. وبتصرف عليها؟
الحمد لله. طيب يا جماعه بقدر برضه، لان انا شغال في شركه امن وحراسه، فمرتبي ضعيف. طيب ان شاء الله بقدر بايه، ببعت لبنتي برضه مصروفها ان شاء الله ربنا، وبيجي لي برضه يعني ان شاء الله ربنا يمن عليك بالرزق الحلال يا محمد، وتتجوز اهو عريس اهو يا جماعه. واحد يقول لي تعتذر يا شيخ، لا والله يعني عايزين المجتمع كده، المجتمع ده أسرة واحدة يا جماعة، عيلة واحدة. ربنا يمن عليك يا محمد بالزوجة الصالحة، ما الزوجة تطلق على الذكر والأنثى. يا حنان سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حاج حنان. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي. بقول لحضرتك أنا عايزة أتكلم معاك، أسألك سؤال بس مش هينفع على التلفزيون. طيب برا التلفزيون كلميني بعد الهوى إن شاء الله. شكرا يا حاج حنان، شكرا ليك. يا أم إسلام سلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضلي يا أم إسلام. أنا سمعت الشيخ، بس أنا عايز أسأل حضرتك على ممكن نمر التليفون حضرتك. طيب حاضر، شكرا ليك يا أم إسلام. طيب تسمحوا لنا ناخد فاصل استراحة قصيرة كده إن شاء الله، ونعود إليكم بعدها بمشيئة الله تبارك وتعالى. ابقوا معنا جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم مجددا. يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم اهدنا بنورك يا كريم. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الآية الكريمة المثل رقم 35 في القرآن الكريم اللي جاء في سورة النور، هذه السورة العظيمة الجليلة اللي اشتملت على 40 حكم، لو التزم الناس، لو التزم المسلمون بما جاء من أحكام في سورة النور مشاكل كتير هتتحل في حياتنا. والسورة الوحيدة يا حضرات، سورة النور السورة الوحيدة اللي بدايتها سورة أنزلناها وفرضناها، ربنا بيقول دي واجب عليكم، ده الواجب بتاعك تعمله. وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. والسلام عليكم يا حاجة أميرة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا حاجة أميرة، أهلا بيك. إزيك يا دكتور يا شيخ يا أكبر شيخ في الدنيا، الله يسعدك. ولسانك الحلو ووشك البشوش اللي بيدينا تفاؤل. الله يسعدك يا حاجة أميرة ويكرمك ويسترك، تفضلي. والله أنا سعدت جدا يعني ألوان لما وصلت لحضرتك، بس ليه رجاء عندك، لان انا هسألك سؤال دلوقتي على الهواء، وانا نفسي اخد رقم تليفون حضرتك لاني عندي مشكلة بجد والله العظيم اقسم بالله انا مش هقدر اقولها على الهواء خالص. ان شاء الله تتحل، ان شاء الله تتحل. يلا سؤالك اللي على الهواء ايه؟ بسم الله ربنا يجعلك سبب وان شاء الله تتحل. هي مش حاجة وديها استشارة برضو، لكن انا يعني انا مبدئيا عايز اسأل حضرتك على دعاء للشفاء، لان انا بمر بازمه مرضيه وصحيه يمكن لفيت عليها الدنيا كلها والعالم كله، وانا مش قادره اقول لحضرتك التفاصيل بتاعتها دلوقتي كلها. طيب. لكن انا عايزه دعاء يعني للشفاء. طيب حاضر حاضر ان شاء الله يكون حضرتك سبب وتدعي لي وتدعي لجميع امه المسلمين باذن حاضر. الله. والحاجه الثانيه بقى، انا نفسي في رقم تليفون، اتمنى بس ان انا اخد رقم التليفون اللي اتكلمت كذا مره وطلبته وما اخدتوش للاسف، لان بجد المشكله اللي عندي والله مش قادر اقولها. ربنا يفرش كربك، ربنا يفرش كربك، انا هحولك للكنترول وهم يعطوك الرقم يا حاجة اميره، وان شاء الله يعني بعد الهوى اقدر اجاوب على اسئله حضرتك او المشكله اللي انت فيها. وبالنسبه لادعيه الشفاء اقول لحضرتك ان شاء الله. طيب ايه رايكم نكتفي بهذا القدر من الاتصالات عشان الحق اجاوب على الاسئله اللي جت لنا. احنا اتعلمنا النهارده من المثل رقم 35 اللي جاء في سوره النور، وحنلتزم بنور القران، حنلتزم بنور الهدايه، نلتزم
بالنور اللي ربنا بعته لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نلتزم بنور المعرفة، نلتزم بنور الإيمان، كل دي أنواع للنور اللي الإنسان لو التزم بها حيصل. يا حضرات حيصل ربنا، يعني قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. اللي يلتزم بالنور ده حيصل إن شاء الله. اللهم لا تحرمنا يا رب، اللهم لا تحرمنا هذا النور يا كريم، اللهم أمين. أخونا رجب بيقول إيه، إنه في قناة كلمته على أساس إنه هيعمل مداخلة، على أساس إنه هيقول كلام معين. فهو رجل جميل طيب القلب أخونا رجب، هو من الأصدقاء المداومين على الاتصال بالبرنامج، من أصدقاء البرنامج أخونا رجب. فبيقول لا أنا قلت الحق، قالوا له مثلا هتقول كذا كذا، أنا معرفش إيه القناة دي ولا إيه البرنامج اللي كان عمل معه مداخلة، فقال لهم طيب حاضر، إلا أنه دخل على الهوى قال كلام آخر وهو عين الحقيقة من وجهة نظره فيما يراه مناسبا. إحنا مش عايزين نخش في السكة دي حضرات، مش عايزين نخش في الإطار ده. بمعنى إيه؟ يعني لا تقول باطل ولا تجبن عن نصرة حق. اللهم اجعلنا يا رب من الذين يعني لا يسكتون على باطل ولا يجبن عن نصرة حق. لا اسكت على باطل ولا اكون جبان ان انا اقول الحق، يعني هقول الحق يعني بس في نقطة بقى، في قول الحق ده لازم اتسم بالحكمة والكياسة الفطانة، وأقول بالموعظة الحسنة. ماشي حبيبي، يعني أنا عايز أبني جامع، أيوة ده حق، ده عين الصواب. إيه الوسيلة اللي تخليني أبني جامع؟ المال الحلال، مش حاجة تانية، مش 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 حسرق عشان أبني جامع، مش حسرق عشان أبني جامع، مش هرتش عشان أبني جامع. طيب المخرج بيقول لي معنا اخونا سعيد، يعني يرجو انه يدخل على الهواء. السلام عليكم يا عم سعيد. وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ رمضان. ازيك يا حبيبي؟ الله يزيدك نور على النور يا شيخ. والله والله يا حاج سعيد، من غير رجاء اي متصل يخش علينا على الهواء، يخبط الباب يخش على طول. يا فندم ده انا بقالي ساعه بترجاها ما بقت اخش ما. عليك والله. اتفضل يا حبيبي، اهلا بيك يا عم سعيد. بص يا شيخ رمضان، افتح صدرك شويه معايا. طب استنى بس، هو انت عم سعيد اللي اتصل قبل كده؟ ايوه يا فندم. وما سبتلناش رقمك. ايوه يا فندم، وما سبتلناش رقمك صح؟ لا يا فندم، انت قلت لي وهم قفلوا على طول يا فندم. يا عم هم ما يا جماعه، احنا لما بنقول لحد انتظر معانا هم بيحولوك عليا، فما بيحطوش السماعه ما بتتقفلش. طب انا هفضل فاتحه يا رب سنه لخاطر عيون حضرتك. اتفضل يا عم سعيد تحت امرك. افتح لي صدرك شويه معلش يا عم الشيخ. خد راحتك. صل على النبي. صلى الله عليه واله وسلم، اللهم صل. انا عندي اربعه اخوات انا رابحهم، عندنا اختي واحده. ايوه. ما بنشوفهاش الا يعني ما حدش بيروح لها غير في السنه مره، انا عايزك تدلني على الخير، وهي قاعده في الشرقيه. تمام. وقبل حضرتك. تمام. واخواتها ما بيروح لهاش خالص، وهي بنت وحيده، كان عندنا اتنين، واحده توفت وواحده موجوده في الشرقيه اسمها موائل. تمام. طب يعني قول لنا، هي احنا ما بنروح لهاش، وبعدين جوزها كريم والبلد ما جاي نموت هناك في الشرقيه، وانا جسمي حساس، بترجاها ان هي تيجي بس نشوف. حاضر يا حاضر يا عم سعيد، شكرا ليك يا عم سعيد. يا موائل يا موائل، زور اخوك، مع ان هو اللي يروح يزورها. طب ما تروح يا عم سعيد وما تقلقش من الناموس، ابقى خد بتاع ده، بتاع الناموس ده، بتاع الاجهزه دي ولا بروح. وبعدين ده احنا داخلين في فصل الصيف والناموس هيكتر. اضحك الله سنك يا عم سعيد. خدوا رقم عم سعيد يا جماعه عشان في ناس سالوني عنه. ان شاء الله يا جماعه، الاربع اخوات دي اختكم الوحيده، رحم الله اختكم اللي ماتت. انا اللي اروح لاختي،
هي لو جت تفضلا منها فضلا منها تيجي على العين والراس، اختي تشرفني في بيتي يعني نشيلها على راسنا من فوق، والله اخوات البنات يجوا يشرفونا على راسنا من فوق، بس الاصل برضو ان انا اللي اروح ازورهم. فانت يا عم سعيد تروح تزورها، واذا تعذر ذلك هي تزورك مرة وانت تزورها 10 مرات ونتبادل الزيارات. والله يا جماعة والله سيدنا النبي علمنا عليه السلام من عاد مريضا او زار اخا له، راح يزور حد لوجه الله، ناداه مناد من قبل الله، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الملائكة بتقول له تسلم رجليك خطوة عزيزة يا رب يكرم، الملائكة بتدعي له راح يزور واحد ما يعرفوش عشان بيحبه في الله، فبال بقى اللي راح يصل رحمه. فبنوصل اخواتي يسألوا على بعض. يبقى انا لو عايز اعمل مداخلة مع اي قناة ما حدش هيملي علي الكلام اللي انا هقوله، فاذا املى علي كلام من اول السطر يقول له لا شكرا، ها لا انا مش هقول، انا هقول القناعة القناعة بتاعتي، قناعتي الشخصية اللي انا اؤمن بيه. يعني هو اخونا رجب كان عايز يدخل على الهواء عشان يوصل الرسالة الحق اللي هو يراه يعني من وجهة نظري، الى انه عشان يخش على الهواء كان لازم يقول لهم طيب خلاص انا اقول الكلام اللي انتوا عايزين اقوله. لا لا ما تعملش كده تاني يا عم رجب، اللي عايز يدخلني اقول الكلام اللي انا هقوله يخش. ولذلك حضرت والله انتوا تلاحظوا في الكلام الطيب بعض متصلين يخش عشان بس يسلم ويقول انا عايز تليفونك. البعض يقول لي طب ما تقول لهم في الكنترول يسألوا المتصل انت عايز تسأل ولا عايز تليفون الشيخ ندهولك، الا ان احنا ما بنفلترش، ما نعملش فلتر كده للمكالمات. اي حد عايز يخش على الهوا، اللي عايز يعتب عليا بيعتب عليا وحضراتكم بتشوفوا ده، اللي عايز يقول اقتراح بيقترح وحضراتكم بتشوفوا ده، اللي عايز يسلم بس وياخد تليفون بيحصل، واللي عايز يقول ان عنده مشكلة مادية حتى لو لم تكن هذه في استطاعتنا بس عايز يعرض مشكلته على الهوا، اللي عايز ينادي على وزير معين يقول يا وزير فلان الحقنا ولا اعمل كذا كذا بيدخل على الهوا. احنا سايبين ده لقرارات الناس، والله ما بنتحكم في اي مكالمة ان ندخله او ما ندخلوش. يا حورية، واحدة عندها احفاد فبتدي مثلا ولاد بناتها وحالة ما تديش ولاد ابنها، عندها ولد وبنت فعندها احفاد من الاثنين، اللي هي بتديه على سبيل الزيادة ولا على سبيل الاحتياج؟ يعني واحدة مجوزة ابنها ومجوزة بنتها بس ربما يكون ولاد ابنها محتاجين، فهي شايفة انهم محتاجين فبتديهم على انهم محتاجين، مش شرط تدي ولاد بناتها، ولاد بناتها ابوهم عامل لهم كل حاجة. انما لو هي بتدي بقى على سبيل الزيادة اقول لها زي ما تدي ده ادي ده ماشي. حتى في ولادنا لو انا بدي واحد على سبيل الاحتياج، واحد يقول انا جعان يا بابا جعان، طب خد يا ابني هات لك سندوتش، التاني مش جعان هاجي اقول له خد انت كمان هات لك سندوتش، لا، يبقى على سبيل الاحتياج ادي اللي محتاج، انما على سبيل الزياده بقى بقشاشه يعني ببقشش يبقى ادي للاثنين سوي بين اولادكم في العطيه. الجاره السيئه والله لو نقدر ننصحها بالحسنى ننصحها، طب بنيجي ننصحها النصح ده بيجيب اساءه اكتر، خلاص ندعي ان ربنا يهديها وخلاص. يا حاجة اميرة يا رب يمن عليك بالشفاء. طب نعمل ايه؟ النبي علمنا حاجات كده، حضرات الرقية افتح ايديك كده اقرأي سورة الفاتحة اية الكرسي خواتيم سورة البقرة قل هو الله احد والمعوذتين 3 مرات وبعدين النفث فيهما هوى 3 مرات الخارج من الفم وبعدين امسح وبعدين اعوذ بعزة الله وقدرته، الحتة اللي بتوجعك راسك حط ايدك على راسك اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد احذر، واحد بطنه توجعه اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد احذر، كم مرة؟ 7 مرات. ارقي واحد مريض اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، 7 مرات. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويعافيك، 7 مرات. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل عين حسيدا ومن كل داء، الله يحميك الله يشفيك. دي بعض الأدعية اللي علمها لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى في ختام حلقتنا أن يبارك في كل من شاهدنا واستمع وتاب وانتفع، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته.